وخلينا نخش في الموضوع بقى على طول، لان احنا دلوقتي بنحاول نفهم ازاي ممكن نجد حلول للازمه اللي بنعاني بيها دلوقتي او بيعاني منها النادي الاهلي. احنا خلاص مش هنتكلم عن فكره التلاحم وازاي ده ممكن يتحل من اصل المشكله، واتحاد الكره والكاف ومش عارف ايه والكلام ده كله، ده يعني قتل بحثا ولحد دلوقتي ما فيش حل. خلينا نتكلم مع حضرتك في المشكله الحاليه، ازاي ممكن نحاول ان احنا يعني نلاقي حلول كده سريعه. فكره ان انا عندي اجهاد بشكل كبير جدا، وعندي ضغوطات بشكل كبير جدا، وعندي اجهاد بدني ونفسي ليس فقط بدني. هل الحل من وجهه نظر حضرتك كابتن ماهر ان انا ابدا ادور على يعني تصعيد لناشئين، ابتدي اشوف انا ما عنديش دكه بدلاء واساسي، بس ابتدي العب او اشارك بعض اللاعبين اللي هم يعني على دكه البدلاء الى حد ما ان صح التعبير يعني، وابتدي اعمل روح جديده في الفريق حتى عشان اريح اللعيبه الاساسيه بتاعتي، ولا المفروض يحصل ايه عشان احل الازمه اللي حاليا انا بعاني منها بقالي داخله في موسمين اهو؟ هو قدرنا سبحان الله، لكن هو ده سمه البطل. الدنيا مش هتوقف يعني بعد رحيل موسيماني، جالنا ريكاردو، التفكير طبعا من لجنة الكورة كابتن محمود الخطيب، وجود مدرب مدرسة جديدة، مدرسة برتغالية احنا تعودنا عليها مع مستر مانويل جوزيه، برضك بتدي ثقة للعيبة، بتدي روح للعيبة. في بعض اللعيبة ما كانت مع مستر موسيماني ملهاش حظوظ او مش موجودة بصفة اساسية، فالنهاردة وجود ريكاردو بيدي ثقة لكل اللعيبة أو فرصة، أو فرصة كل لعيبة بالظبط كده، اللي هيثبت وجوده هيبقى موجود، وده اللي حصل. يعني الراجل جه بصراحة، يعني طبعا هو جه في ظروف صعبة، لكن هو الراجل عنده شخصية وعنده جرأة، واتكلم في أكتر من مؤتمر وعنده فكر كابتن ماهر. يعني الراجل داخل قال لك أنا عندي 1 2 3 4، أنا ماليش دعوة باللعيبة الأساسية مين ومش مين، أنا اللاعب اللي هشوفه كويس هيكمل معايا. قال لك أنا داخل أطور الكرة المصرية، أنا عارف في ثغرات في النادي الأهلي، أنا عارف إن الجماهير بتبقى مش عايزة، أو جماهير النادي الأهلي طبيعتها إن هي مش عايزة تخسر بطولة أو مباراة. يعني الراجل داخل فاهم بالظبط، اتكلم عن الاحمال، اتكلم عن حاجات كتيره جدا. وكمان انا هوند هو شخصيته واضحه وعنده جرأه، وقال المدرب اللي مش شغالش تحت ضغوطات بقاش مدرب. فانا جاي في ضغوطات، عارف ان انا في فتره مرحله انتقاليه، عارف النادي الاهلي عنده اصابات في بعض النجوم المؤثرين، لكن انا برضك جاي وعندي مشروع، والمشروع ده منه تحديث، هلعب كوره، انا عارف جماهير النادي الاهلي متشوقه للكوره الجميله، طالبه 3 نقاط المكسب، وفي نفس الوقت طالبه الاداء، وده اللي بفكر فيه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. هو بالنسبه له بدا يحط ايده، احنا شفناه اول مره في الاداره الفنيه ماسك ورقه وقلم وعمال يدون كل يعني الحاجات السلبيه. اللقطات النادره دي على فكره مش يعني مش كومن، او يعني مش معتاد انك تشوف لقطه زي كده، لكن واضح ان هو جدي وعايز يعني ميستناش بقى الراجل المحلل الاداء يقول له، هو من نفسه شغال، وراجل قاعد فوق كمان برضك بيشغل معاه، والحاجات دي كلها بتفيده بشكل كبير، ان هو عارف ان الناس مستنيه النتيجه بسرعه. فعلم التدريب بيقول المدرب ممكن يقعد 6 اسابيع لحد ما يبان فكره، يبان شخصيته. لا، هو حط الكلام ده على جنب وقال لك من اول اسبوع، من اول مباريتين لازم يبقى لي بصمه على فريق النادي الاهلي، وده واضح من خلال شخصيته، ومن خلال حتى كمان انا وانت طريقه لعبه. يعني بدا احنا بنلعب بطريقه 4-2-3-1 مع مستر موسيماني، هو شاف ان طريقه 3-4-3 ممكن تكون طريقه افضل للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. برضك التغيير من طريقه لطريقه بيحتاج وقت، لكن هو عارف ان الوقت مش هيساعده، كل 3 ايام مباراه، فالراجل بدا يحفظ لعيبته على هذه طب ما هي الطريقة. دي النقطة كابتن ماهر، هل كان صح ان هو يحفظ اللعيبة على طريقة لعب جديدة، خصوصا ان هي بتحتاج لوقت برضو يعني ومساحة عشان اللعيبة تقدر ان هي تاخد على طريقة اللعب دي في الفترة الحرجة اللي هو جه فيها، ولا كان المفروض يكمل بنظام او بفكر موسيماني 4-2-3-1 اللي اللعيبة الى حد كبير في ألفة او في خبرة عنها؟ يعني وجهة نظرك ايه؟ هو طبعا الاثنين صح، يعني طريقه موسيماني في 4-2-3-1 مشينا بيها وفوزنا بيها 6 بطولات واللعيبه بدات ترتاح ليها. لكن عايز اقول لك انا هوندي لعيبه النادي الاهلي من خيره اللعيبه، من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم العربي
في الشرق الاوسط وافريقيا اي طريقه لعب هتبداي تنقلي ليهم لان هم لعيبه دوليين. بس في ضغط دلوقتي وفي اجهاد، ده اللي انا اقصده. عندك ضغط وعندك اجهاد، فبس ده السؤال. وهو الطريقه دي عايز يقلل الاجهاد فيها. الاجهاد على اللعيبه في حته المساحات والجري كتير عايز يقللها، يقرب الخطوط من بعض، وفي نفس الوقت عنده الاستحواذ وعنده الباصات والتسليم والتسلم، وبعدين الجمل التكتيكيه اللي احنا متعودين عليها. انا شايف ان المباراه اللي فاتت ديت في حركه وفي نقله وفي طريقه وفي يعني تجانس بين اللعيبه وبين بعض. يعني الشوط الاولاني والشوط الثاني حاسين ان في حركه. ممكن الشوط الاولاني اتاخر، الاهداف اتاخرت، لكن تحس ان في حاجه مثمره خلال الشوط الثاني. فانا عايز اقول ان طريقه 3-4-3 دي طريقه هتريحنا خلال الفتره اللي جايه. وبعدين هو كمان عنده المرونه التكتيكيه يا نهاوند ان هو ممكن يلجا للطريقه الاولانيه لو هو حس ان الطريقه دي يقدر يغير بالظبط، يعني يقدر يغيرها من خلال مشواره خلال الفتره اللي جايه.